السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي المشاهدين أينما كنتم، ولكن قبل أن نبدأ هذا الفيديو فلنصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. أعزائي المشاهدين، محرز أساسي ومانشستر سيتي يحقق فوزا جديد وكبير في إنجلترا، حيث حقق نادي مانشستر سيتي الإنجليزي فوزا سهل على نادي كارديف سيتي بهدفين دون رد. وشهدت التشكيلة الأساسية للفريق الإنجليزي مشاركة النجم الدولي الجزائري رياض محرز بشكل أساسي، ليعود أعزائي المشاهدين محرز المشاركة في كتيبة بيب غوارديولا وكتيبة مانشستر سيتي، هو الذي كان احتياطيا كما تعلمون في مباراة السيتي الأخيرة ضد فولهام، حيث كما تعلمون في مباراة فولهام دخل فيها محرز كبديل في الدقيقة 87 من عمر المباراة. وكان أعزائي المشاهدين في هذه المباراة التي أتكلم عنها لمانشستر سيتي ضد كارديف سيتي، كان قد سجل اليوم للسيتي كل من بلجيكي كيفن دي بروين والألماني ليوري ساني، حيث الهدف يعني الثاني لليوري ساني كانت كرة القدم آتية من رياض محرز، حيث هو الذي شارك في صنع ذلك الهدف. أما أعزائي المشاهدين، الهدف الأول لمانشستر سيتي والذي أتى من أقدام البلجيكي والمتألق كيفن دي بروين، يعني سجل ذلك الهدف في زاوية جد 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 صعبة مما أبهر بيب غوارديولا بحد ذاته وأيضا الجماهير مانشستر سيتي. أعزائي المشاهدين، يعني رياض محرز في بداية المباراة كان نائما نوعا ما، يعني التمريرات لم تكن جيدة وحتى التسديدات كانت ضعيفة جدا، يعني وكان يعني خائف من يعني الاقتراب من مرمى الخصم، وذلك خوفا لضياع مكانته في مانشستر سيتي، حيث عليه أعزائي المشاهدين ضغوطات كبيرة، خاصة أن في مباراة فولهام يعني برناردو سيلفا أخذ مكانته وأخذ يعني الجناح الأيمن في كتيبة مانشستر سيتي في التشكيلة الأساسية، وبيب غوارديولا فرح يعني بالمستوى الذي قدمه برناردو سيلفا في تلك المباراة، وقال مستقبلا سيكون برناردو سيلفا في تلك يعني المنطقة التي يتواجد فيها عفوا رياض محرز في تشكيلة مانشستر سيتي. وهذا أعزائي المشاهدين مما جعل رياض محرز خائفا من تضييع الفرص أو يعني من ارتكاب أخطاء داخل الملعب، وهذا أعزائي المشاهدين مما يعني جعل مستوى رياض محرز يعني متدني في الشوط الأول. ولكن أعزائي المشاهدين، هو الذي شارك كما قلت لكم في تسجيل هدف يعني الثاني لكتيبة السيتي، ألا وهو الذي كان من قدمي ليوري ساني، وحيث كان هدفا كبيرا اعزائي المشاهدين. وايضا اعزائي المشاهدين، لن ننسى انفجار رياض محرز في الشوط الثاني، حيث انفجر في الملعب وسدد العديد من الكرات. وكما تعلمون اعزائي المشاهدين، راينا بعض الانانيه، كما تعلمون دائما نرى الانانيه في ملعب يعني بين اصدقاء رياض محرز في الميدان. وايضا اخر شيء اعزائي المشاهدين، يعني رياض محرز كان يعني صاعد بكره القدم الى مرمى الخصم، ولكن اعزائي المشاهدين وكان مدافع كارديف سيتي قد ارتكب خطأ مع يعني النجم الدولي الجزائري رياض محرز امام المرمى، ولكن ولم تحتسب تلك يعني ضربة الجزاء لصالح كتيبة السيتي. اعزائي المشاهدين، للاسف كان هذا هو اخبار اليوم، ولكن اعزائي المشاهدين نتمنى ان نرى رياض محرز من هذا المستوى يتحسن اعزائي المشاهدين، ونراهم بمستوى كبير يعني في المباريات القادمة ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، هنا ينتهي هذا الفيديو، ولكن لا تنسوا لايك تشجيعنا لنشر المزيد من الفيديوهات، وايضا لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات ليصلكم كل ما هو جديد، ولنلتقي في فيديوهات جديدة إن شاء الله، والسلام عليكم.